أستاذة راضية، شكرا جزيلا لك على هذا التقييم لعبد الرحمن مساوي المتسابق الأول في هذا البرايم الرابع من مسابقة مزامير داوود لصغار حفظة القرآن الكريم. نروح إلى ولاية مستغانم مع المتسابقة زيدان عائشة التي ستتنافس مع بقية زملائها في هذا البرايم، ويقيمها الدكتور والبروفيسور كمال قدس. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بابنتنا زيدان عائشة أو عائشة زيدان من مدينة مستغانم، مدينة المساجد، المسجد العتيق الذي بناه السلطان المنصور بالله ابن عبد الحق المريني، مدينة تاريخية عظيمة، هي مدينة للقرآن الكريم. بنيتي نسألك الآن سؤالا، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان
هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تفصيلا استمعي ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون حسبك فتح الله عليك السؤال الثالث أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون حسبك
فتح الله عليك. نعم، شكرا لزيدان عائشة القادمة من ولاية مستغانم على هذه المشاركة المتميزة في هذه الطبعة الثالثة وفي هذا البرايم الرابع من مسابقة مزامير داود. دكتور كمال جدة كانت موفقة إلى حد بعيد عائشة، لكن ربما الارتباك والخوف دائما يؤثر على أداء المتسابقين. يا أخي رضوان، نحن نعرف كلنا جميعا نعرف الحافظ من غيره. صح، من انطلاقته الأولى تعرف أن هذا الطالب أو هذا الغلام يحفظ جيدا أم لا. عائشة زيدان حافظة ولها ثقة في نفسها، وبدأ ذلك من خلال قراءتها المسترسلة. لا تعليق لي على حفظها، لكن يبدو أنها ارتبكت قليلا، وهذا شأن كل من يتقدم أمام عدسات الكاميرا والجمهور. لكن مع ذلك عندي بعض الملاحظات على ابنتنا عائشة. الوقف على أجل مسمى، كيف وقفت عليها؟ وقفت عليها بالتقليل أم بالفتح؟ لماذا وقفت بالفتح وأنت تقرأين بالتوسط؟ مسمى يوقف عليها بالتقليل، إذا وصلت تقولين مسمى وما بعدها، أما إذا توقفت قولي مسمى بالتقليل. هذه من أصول رواية ورش. أنا أعرف وأعلم أنك على علم بذلك، لكن المجلس أربكك. عموما أسأل الله لك يا بنية التوفيق والسداد، بارك الله فيك. نعم. وفي من علمك وفي مدينة مستغانم. شكرا مدينة لك القرآن. دكتور كمال جدة، وشكرا لزيدان عائشة على هذه المشاركة المتميزة في هذه الطبعة الثالثة من مسابقة مزامير داود.